وإلى ما دعا الرسل، نعم. وما هي أساليبهم في الدعوة. نعم. ثم يعني أحيانا نجد أن هناك نبيا ملكا، أي نعم، وهناك نبي عبد. صحيح. ووجدنا مثلا الملك النبي داود، داود والنبي الملك سليمان. صحيح. فهل هناك غيرهم؟ لا أعلم، لا أعلم أن نبيا صار ملكا غير داود وسليمان. لكن على كل حال الله تبارك وتعالى يعني ما ذكر لنا جميع الأنبياء. الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن الكريم، القرآن الكريم كما قيل ليس كتاب تاريخ، بحيث يذكر الله لنا جميع ما ورد في هذه الدنيا. نعم. ليس كتاب تاريخ. نعم. وإنه كتاب موعظة. أراد الله جل وعلا أن يبين لنا أن هناك من الأنبياء من ملك، هناك من الأنبياء من قتل، هناك من الأنبياء من عاداه قومه، وهناك وهناك وهناك. كل هذا طيب ليثبت بها أي هذه القصص. نعم. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وفؤاد أصحابه. نعم. أو أفئدة أصحابه. نعم. فنعم هناك أنبياء ملكوا. نعم. المشهور منهم أو المعلوم منهم داود وسليمان. نعم. عليه الصلاة والسلام. لكن غير داود وسليمان الله أعلم، لا أقول لا ولا أقول نعم، لكن أقول احتمال، الله أعلم. هو هي كانت المسألة لما قال الله تبارك وتعالى أن ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. نعم. إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم. وذكر أن هذا النبي يقال له سمعون. نعم. سمعون أو شمويل على خلاف، على كل حال يعني شمويل وسمعون واحد يعني. نعم. لكن القصد أن جاءوا إلى هذا النبي قال ابعث لنا ملكا، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ولم يتملكوا عليهم. نعم. وإنما قال لهم خذوا طالوت ملكا. نعم. فكان ملك الناس كان طالوت ملكا. نعم. كان ملكا وليس نبيا. وليس نبيا. نعم. وهذا هو الصحيح أن طالوت لم يكن نبيا. نعم. ولكنه كان ملكا، كان ملكا صالحا، كان رجلا صالحا. إن الله قد بعث لكم طالوت. إذن هذه لم تكن بعثة بمعنى الرسالة. لا لا لا، وإنما هو تكليف. لا اختيار. نعم. اختيار من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك لما حصل القتال مع جالوت وجنوده. نعم. يذكرون والعلم عند الله تبارك، هذه رواية بني إسرائيل. نعم. ورواية بني إسرائيل كما هو معلوم يعني تروى، يعني لا مانع من روايتها. نعم. لا تصدق، لا تكذب، لكن لا بأس من روايتها، قد تكون كما قالوا قد لا تكون كذلك. نعم. جاءت في موضعها شيخنا، وكنا قد وعدنا في حلقتنا الماضية أننا سنتعرض لهذا الأمر، رواية بني إسرائيل. إذن هذا سؤال أسأله بإذن الله تعالى، ماذا عن رواية بني إسرائيل؟ وأيضا إذا كان الملك يمكن للنبي في الأرض، فلماذا لم يكن جميع الأنبياء والرسل ملوكا؟ أسئلة نتركها إلى ما بعد الفاصل. بارك الله فيكم شيخنا.